رصدت ردود الأفعال بعد تصويت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية ضد قرار سيسمح لتونس باسترجاع أموالها المنهوبة زمن حكم بن علي؟ إذن كريم، فعلا كانت هناك انتقادات واسعة لفرنسا وللدول الأوروبية التي لم تصوت على هذا القرار الأممي الذي يقضي باسترجاع الأموال المنهوبة التي نهبها النظام السابق، انتقادات مبنية ربما على اعتقادات سابقة بأن فرنسا كعادتها دولة الاستعمارية لن تصوت على مشروع هذا القانون لاعتبارات استعمارية أولا، ثم لاعتبارات اقتصادية على اعتبار أن جزء هام من الودائع هي موجودة في البنوك الأوروبية وتخدم اقتصاديات الدول الأوروبية التي تعيش أزمة اقتصادية على خلفية جائحة كورونا. إذن انتقادات واسعة من السياسيين التونسيين الذين اعتبروا أن فرنسا لم تغير من خياراتها ومن توجهاتها، وهي فرنسا هذه كانت ضد الثورة التونسية، وتذكروا في أبان الثورة التونسية قد ساندت الرئيس بن علي إلى آخر لحظة. إذن لم تغير فرنسا من سياساتها الاستعمارية ومن رفضها لهذا التحول الديمقراطي في تونس، وأن تدعي ظاهرا أنها تدعم الديمقراطية في تونس، كذلك هي الدول الاستعمارية دائما تستبطن هذا العداء للدول التي كانت تحتلها وتستعمرها وتريد فرض سياسة الأمر الواقع على هذه الدول وعدم تركها ربما تأخذ حظها من النمو. أهمية هذا القرار سريعا أستاذ محمد علي لو سمحت، يعني كيف سيمكن هذا القرار تونس من استرجاع أموال طائلة هربها النظام السابق نظام المخلوع بن علي إلى الخارج؟ طبيعي كريم، هو مع قرار مهم ومهم جدا بالنظر إلى ما تعيشه تونس من صعوبات اقتصادية، لأنه سيدعم الموارد المالية للدولة التونسية التي تعيش صعوبات اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا نتيجة جائحة كورونا ولما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة. إذن قرار هو مهم ومهم جدا تنتظره ربما الدولة أو الحكومة التونسية لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعيش أزمات متتالية. شكرا. والدولة مرتهنة للبنوك العالمية، لذلك هي تنتظر استرجاع هذه الأموال المنهوبة لإنعاش الاقتصاد الوطني ولسداد ربما جزء من ديونها الخارجية. We'll be right back.